بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه الحلقة سوف نستكمل باقي دروس الضغط، وسوف نتناول في هذه الحلقة قاعدة مبدأ باسكال، 2 الفائدة الآلية للمكبس، 3 كفاءة المكبس. نص قاعدة باسكال أو مبدأ باسكال بينص على ينقل كل سائل ساكن محبوس أي تغيير في الضغط عند أي نقطة إلى باقي نقاط السائل وفي جميع الاتجاهات. يعني هنا عندي مكبسين، مكبس صغير ومكبس كبير، بيتم نقل الضغط المتولد عند المكبس الصغير إلى بالكامل إلى المكبس الكبير. فهنا عندي المكبس الصغير بيتحرك معايا مسافة قدروها سمول، وبالتالي بيتحرك معايا المكبس الكبير مسافة قدرها كابتل، نتيجة تم نقل التغيير في ضغط السائل من نقطة إلى نقطة أخرى. طب هنا عندي زي ما بنشوف، هنا عندي المكبس الصغير اللي بتأسس عليه قوة F1 بيولد معايا B1 قدره الضغط متولد عن المكبس الصغير. بيتحرك هذا الضغط دائل أجزاء السائل الموجودة عندي داخل المكبس، بيتولد معايا قوة قدرها F2 اللي بتأثر أو بتحرك معايا المكبس الكبير. هذه القوة المتولدة عن الضغط الذي سرى من المكبس الصغير عبر المكبس إلى المكبس الكبير. قيمة الضغط عند المكبس الكبير بتكون B2، والضغط المتأثر عند المكبس الصغير بيكون B1. F1 القوة المؤثرة على المكبس الصغير، و F2 القوة المؤثرة على المكبس الكبير. طب هي عندي A1 هنا عندي مساحة المكبس الصغير، A2 مساحة المكبس الكبير. طب هناك عندي في تطبيقات عديدة وكثيرة جدا في الحياة تطبيق قاعدة مبدأ باسكال، ولكن هناخد بعض التطبيقات المعينة. كان رقم 1 عن الفرامل الهيدروليكية للسيارات. يعني أنا عندي الفكرة بتاعة المكابع السيارات أو فرامل السيارات مبنية في الأساس على مبدأ قاعدة باسكال. يعني بكون الشخص بيسوق السيارة والسيارة على الطريق، بيكون يحتاج إن هو بيضرب فرامل أو بيعمل الفرامل الهيدروليكية للسيارة، بيتم الضغط بواسطة القدم على المكابح، المكابح بتنقل معايا حركة القدم داخل أجزاء السائل، بتوصل معايا للإطار، وبالتالي بيتم خنق إطار السيارة ليخفف من سرعة السيارة إلى أن تتوقف السيارة عن الحركة. ده تطبيق من تطبيقات المكبس الهيدروليكي، الفرامل الهيدروليكية. 2 كرسي عيادات الأسنان. كرسي عيادات الأسنان احنا بنشوف هنا عندي في الصورة، ده الكرسي، ده عبارة عندي جهاز صغير هنا بيتم الضغط عليه بواسطة قدم الطبيب، يمثل معايا المكبس الصغير، وهنا عندي يمثل معايا المكبس الكبير، فبيتحرك معايا المكبس الكبير مسافة إلى أعلى أو إلى أسفل عن طريق انتقال الضغط من المكبس الصغير إلى المكبس الكبير. وده تطبيق آخر من تطبيقات قاعدة باسكال. رقم 3 محطات البنزين، برضه اللي بيروح بالسيارة حركة البنزين بيكون بيعمل صيانة أو بيعمل تشييك على السيارة بتاعته، بيتم رفع السيارة برضه بمكبس هيدروليكي ويطبق معايا مبدأ قاعدة باسكال. طب أهمية المكبس الهيدروليكي، أشهر وأهم استخدام للمكبس الهيدروليكي إن أنا بيستخدم المكبس الهيدروليكي لرفع أثقال كبيرة بتأثير قوة صغيرة. يعني هنا عندي لو عاوز أرفع السيارة اللي بتكون معايا في حدود 350 أو 400 كيلو جرام عن طريق ضغطة قدم على المكبس الصغير، بينتقل معايا الضغط داخل السائل وبيحرك معايا المكبس الكبير مسافة، هذه المسافة بترفع معايا جسم يساوي أضعاف الجسم الموجود على المكبس الصغير. بين عندي الأثقال الكبيرة بيتم رفعها بواسطة قوة صغيرة تؤثر على المكبس. يبقى هنا عندي عندما تؤثر قوة قدرها F1 على المكبس الصغير، فإن هذه القوة تسبب ضغطا. يعني هنا عندي القوة اللي تؤثر على المكبس الصغير هنا بنسميها F1 أو القوة الأولى، بتولد عند المكبس الصغير ضغط قدره B يساوي F1 على A1. هذه الضغط بينتقل بالكامل من المكبس الصغير إلى المكبس الكبير. طب المكبس الكبير بيتولد عنده قوة قدرها F2
وسبب ازاحه قطرها A2، يعني مسافه، يعني هنا عندي مساحه مقطع المكبس الكبير تساوي A2، يعني انا اقول F2 على A2 دي تساوي الضغط المتولد عند المكبس الكبير. ينتقل هذا الضغط الى جميع اجزاء السائل والى السطح السفلي المكبس والذي يؤثر عليه بقوة قدرها F2. عندي مقدار قيمة الضغط المتولد عند المكبس الصغير يساوي قيمة الضغط المتولد عند المكبس الكبير، وبناء عليه أقدر أقول إن F1 على A1 قيمة الضغط المتولدة عن القيمة المتولدة عند المكبس الصغير تساوي F2 على A2 قيمة الضغط الذي تعرض له المكبس الكبير. ليه؟ لأن يعني عندي هنا السائل ينقل الضغط بالكامل من المكبس الصغير إلى المكبس الكبير. طب هنا بيقول لي عندي التأثير بالقوة F1 على المكبس الصغير، أنه يتحرك لأسفل مسافة قدرها D1. يعني بعمل عملية ضغط بالإيد أو بالقدم على المكبس الصغير، يتحرك معايا مسافة، المسافة دي قدرها D1، وبالتالي بيتولد ضغط نتيجة القوة المؤثرة على المكبس الكبير فتحركه لأعلى مسافة قدرها D2. يعني عندي القوة اللي هي F1 بتأثر معايا على المكبس الصغير مسافة قدرها D1 اللي بيتحركها المكبس، وبالتالي نفس هذه المسافة بيتحركها معايا المكبس الكبير اللي قدرها D2. وبناء عليه بيقول لي في هذه الحالة وفي حالة المكبس المثالي لا يوجد فقدان في الطاقة. يعني عند المكبس المثالي، طبعا المكبس المثالي ده نظريا في الطبيعة ليس موجود مكبس مثالي، وإنما المكبس المثالي لا يوجد فيه فقد في الطاقة، مقدار الطاقة بالكامل بينتقل معايا من المكبس الصغير إلى المكبس الكبير، وبناء عليه أقدر أقول عند الشغل المبذول على المكبس الكبير يساوي الشغل المبذول على المكبس الصغير في حالة المكبس المثالي. يعني F1 D1 القوة المؤثرة على المكبس الصغير ضرب المسافة التي يتحركها المكبس الصغير تساوي F2 مقدار القوة المؤثرة على المكبس الكبير ضرب D2 القوة ضرب الدي المسافة التي تحركها المكبس الكبير ده في حالة المكبس المثالي. طب هنا عندي الفائدة الآلية للمكبس الهيدروليكي. هنا أقدر أجيب الفائدة الآلية للمكبس بثلاث طرق، من ثلاث تعريفات أقدر بحسب الفائدة الآلية للمكبس. شايف هنا عندي في الصورة، هنا عندي داء المكبس اللي هو الصغير بيتعرض معايا إلى قوة، بيتم نقل هذه القوة ماشي عبر الضغط إلى المكبس الكبير. فقال هنا عندي الفائدة الآلية للمكبس هي عبارة عن النسبة بين القوة المؤثرة على المكبس الكبير إلى القوة الصغيرة المؤثرة على المكبس الصغير. يعني القوة الكبيرة المؤثرة على المكبس الكبير اللي هي F2، القوة الصغيرة المؤثرة على المكبس الصغير اللي هي F1، لأننا قلنا المكبس الصغير تؤثر عليه قوة F1، المكبس الكبير F2. النسبة بين القوتين يديني يا شباب هنا عندي الفائدة الآلية للمكبس أو الإبسلون. يعني هنا عندي الفائدة الآلية للمكبس المقصود بها الإبسلون تساوي F2 على F1 مقدار قوة المكبس الكبير إلى مقدار قوة المكبس الصغير. ده أول طريقة بقدر بجيب فيها الفائدة الآلية للمكبس. رقم 2 تقول هنا عندي النسبة بين مساحة المكبس الكبير إلى مساحة المكبس الصغير. احنا اخذنا وقلنا ان عندي المكبس ليه مساحه قدرها A المقصود بها الاريا، فعندي المكبس الصغير مساحته A1 والمكبس الكبير مساحته A2، بالتالي اقدر اجيب تعريف ثاني للابسلون او الفائده الاليه للمكبس بدلاله المساحه، وهنا عندي الابسلون تساوي A2 على A1. ده ثاني تعريف عندي بقدر بحسب منه الفائده الاليه للمكبس. رقم 3 هنا عندي يا شباب، وهنا عندي النسبة بين المسافة التي يتحركها المكبس الصغير إلى المسافة التي يتحركها المكبس الكبير. طب هنا عندي أقدر ده من خلال هذا التعريف أحسب مقدار الإبسلون بطريقة أخرى. يعني هنا عندي الفائدة الآلية للمكبس هي تساوي D1 على D2. يعني هنا عندي D1 بتحركها المكبس الصغير مش إلى D2 بتحركها المكبس الكبير، قدرت أحسب الفائدة الآلية للمكبس. وهنا عكس تعريفين
اللي طافوا اللي هم الخاصين بالقوه واللي خاصين بالمساحه. كنت بقول دائما A2 على A1 او F2 على F1. لو هحسب مقدار الابسلون والفائده الاليه بدلاله المسافه اللي هي دي، لا بقول D1 على D2، يعني مسافه الصغير على مسافه المكبس الكبير. وبناء عليه اقدر هنا اقول انه الفائده الاليه للمكبس الابسلون تحسب بثلاثه طرق: F2 على F1 قوة المكبس الكبير على الصغير، أو A2 على A1 مساحة المكبس الكبير على المكبس الصغير، أو يساوي D1 على D2 يعني هنا عن مسافة المكبس الصغير إلى مسافة المكبس الكبير. هنا عندي بيقول إنه كفاءة المكبس الهيدروليكي تساوي الشغل المبذول بالمكبس الكبير على الشغل المبذول بالمكبس الصغير خارج قسمة الاثنين، بيديني الإبسلون اللي هي الكفاءة بتاعة المكبس. يعني F2 D2 على F1 D1 لأن عندي مقدار الشغل بتاع المكبس الكبير اللي هي عندي القوة حاصل ضرب المسافة اللي اتحركها المكبس. بالتالي بقول F2 اللي هي القوة المؤثرة على المكبس الكبير ضرب D2 اللي المسافة اللي اتحركها المكبس على F1 القوة اللي بيأثر بيها المكبس الصغير ضرب D1 المسافة التي تحركها المكبس الصغير. طيب هنا عندي بعض الأسئلة المهمة بالنسبة للمكبس الهيدروليكي، وهنا بيقول لي علل لما يلي تعليلا علميا دقيقا. واحد يقول لنا لا يوجد عمليا مكبس كفاءته 100%. احنا اتكلمنا على الكفاءة بتاعت المكبس وقلنا ان الكفاءة دي 100% نظريا، اما في اما عمليا او في الطبيعة لا يوجد شيء كفاءته بنسبة 100%. احنا قال لي بسبب وجود قوة الاحتكاك بين المكابس وبين جدران الأنبوة، وجود فقاعات هوائية في الزين، دول سببين بيخلوا معايا هنا فقد في الطاقة بين المكبس الصغير والمكبس الكبير، وبالتالي لا يصبح كفاءة المكبس 100%. رقم 2 بيقول لي يستطيع المكبس الهيدروليكي رفع أثقال كبيرة عند وضع أثقال صغيرة على المكبس الصغير. هنا أقول إنه هنا إيه سبب أثقال كبيرة عندي برفعها بمقدار أثقال صغيرة أو قوة صغيرة؟ ده تطبيق على قاعدة باسكال. هقول إنه هنا عندي الضغط ينتقل إلى نقاط أجزاء السائل بالتساوي واختلاف مساحة المكبسين، وبالتالي ينتج عن المكبس الكبير قوة كبيرة. ده ردا أو ده التعليل بيكون إجابة بتطبيق قاعدة باسكال. طب ثالثا بيقول لا يستخدم ماء في المكابس الهيدروليكية بينما يستخدم الزيت. يعني جميع المكابس الهيدروليكية الموجودة عندي أنا بستخدم فيها الزيت فقط وليس بستخدم فيها الماء. قال لي هنا عندي لأن لزوجة الماء أقل من لزوجة الزيت، وبالتالي يزداد الاحتكاك بين المكبس وبين الجدران، وأن الماء بيتبخر عند درجة حرارة أقل من الزيت. طب هنا عندي بيجيني سؤال يا شباب ولقارن بين المكبس المثالي والمكبس الغير مثالي، ضمن المقارنات مهم جدا. فقال لي هنا عندي يا شباب المكبس المثالي لا يحدث فيه فقط في الطاقة، والغير مثالي يحدث فيه فقط في الطاقة. هنا عندي المكبس المثالي كفاءته بنسبة 100% والغير مثالي كفاءته أقل من 100%. الشغل المبذول على المكبس الصغير يساوي الشغل المبذول على المكبس الكبير، ده بالنسبة للمكبس مثالي. أما الغير مثالي قال له الشغل المبذول على المكبس الصغير لا يساوي الشغل الناتج عن المكبس الكبير. وبالتالي بيقول لي بالنسبة للمكبس المثالي بيقول يمكن حساب المسافة التي يتحركها المكبس من خلال العلاقة الآتية. يعني هنا أقدر نفس القانون ممكن أحسب به الفائدة الآلية اللي قلنا عليه F2 على F1 A2 على A1 D1 على D2 بالنسبة للمكبس المثالي. طب بالنسبة للمكبس الغير المثالي بقول F2 ضرب D2 تقسيم F1 D1. طب هنا يا شباب عندي مسألة بيقول لي استخدم مكبس لرفع كتلة مقدارها 500 كيلو جرام، يعني مقدار الام الكتلة اللي عندك 500 كيلو جرام، وكانت مساحة مقطع المكبس الصغير 2 من 100 متر مربع، ومساحة مقطع المكبس الكبير 5 متر مربع. احسب اولا القوة اللازمة لرفع السيارة، فاستخدم القانون لـ F1
على A1 يساوي F2 على A2. بالتعويض بلاقي هنا عندي F1 هي القوة اللازمة لرفع السيارة F1 على A1 قطر المقبس الصغير اللي هو 2 من 100 يساوي F2. هنا ببص على الرقم بلاقي هنا عندي 500 ضرب العشرة. طب جت من فين 500 ضرب العشرة؟ هنا عندي F اللي هي القوة تساوي M ضرب الجي، يعني هنا عندي الكتلة ضرب عجلة الجاذبية الأرضية، تمام؟ وهنا عندي F تساوي M ضرب الجي، يعني 500 ضرب العشرة مقصود بالعشرة عجلة الجاذبية الأرضية على الـ A2 مديها هنا في المسألة مساحة مقطع المقبس الكبير اللي هي 5، وبالتالي باستخدام الآلحات هنا عندي 500 ضرب العشرة ضرب 2 من 100 تقسيم 5، وبالتالي بتطلع معايا هنا 20 نيوتن. ده بالنسبة للمطلوب الأول. المطلوب رقم 2 يقول المسافة التي يتحركها المكبس الصغير ليتحرك المكبس الكبير مسافة قدرها 4 سنتيمتر. استخدام قانون يا شباب الخاص بالمساحة والمسافة A2 على A1 يساوي D1 على D2. بالتعويض من الأشياء المطلوبة عندي في المسألة A2 اللي هي مساحة 5 على A1 هي 2 من 100 تساوي D1 4 على D2. باستخدام آلة حاسبة يبقى عندي D2 تساوي 5 تقسيم 4 ضرب 0.02 بيطلع عندي 16000 سنتيمتر. كده يا شباب يكون خلص معايا الجزء الخاص بالمكبس الهيدروليكي والفائدة الآلية للمكبس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.